مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. ومعنا زوج كيعيش مأساة بسبب المرأة ديالو اللي هي مريضة بالسرطان وما عندوش مصاريف ديال العلاج. فنخليو عاودينا. السلام عليكم. خرب لك الميكرو. تعاونوا معايا الناس اختي، وما عنديش وداك الشيء، شو الحالة توريك كلشي. عاود لينا بعدا شنو المشكل اللي عندك؟ مرتك مش مريضة؟ كيفاش كتكلف في مصاريف ديال العلاج ديالها؟ شكون اللي كيعاونك عليها؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ هي اول واحد. ما عندكش منين تجيب لها الفلوس ديال العلاج؟ لا والو. وانت شنو كدير في حياتك؟ شنو كدير؟ علاش مال ولدك؟ ولدي بغا يمشي يشوفو ولا شي ما. على فين هو ولدك؟ فين كاين؟ كاين في الحيمة. واش معيش مع مرتك وولدك ولا شنو؟ اختي راه في مصرو في الشمال. دابا انت عايش بوحدك هنايا ومرتك فين كاينة؟ في الحيمة. علاش مرتك تما وانت هنا؟ يعني ما عندكش المصروف باش تمشي تنقل عندها؟ وكتبقى انت عايش غير هنايا ومرتك شكون اللي مقابلها؟ شحال وهي مريضة؟ عمر. والصحة ديالها ما كاينش تحكم؟ الصحة ديالها ما كاينش تحكم؟ كتشرب الدواء؟ ما عندكش باش تاخذ ليها الدواء. شحال ولدك شحال في عمره؟ عنده 9 سنين. واحد مع عرفت شو الميكا؟ شنو الأمنية ديالك أسيد؟ شنو الأمنية ديالك؟ فاش بغيتهم يعاونوا؟ المصروف ديالي شنو؟ المصروف المعيشي؟ المعيشي و ما عندكش منين تجيب. عطيني الرقم ديالك. 31 11 11. اها. 96 94. غادي نقول الرقم ديال 06 31 11 99 94. 06 31 11 99 94. اخر رساله لي قولها للمغاربه، وقلنا شنو كطلب منهم؟ بغيتهم يعاونونا الله يسهل الذاتي ويحاول. فاش بغيتهم يعاونوك؟ فاش بغيتهم يعاونوك؟ ما عنديش، ما خدام، ما عنديش مصروف باش نسير.